هل عم تعاني من تساقط الشعر بعد الولادة؟ هل عم تحسي بالاكتئاب وتقلبات مزاجية؟ هل عم تحسي بتعب وإرهاق؟ كتير من الأمهات فوراً بعد الولادة بيوقفوا كل المكملات الغذائية اللي كانوا ياخدوها خلال فترة الحمل، ولكن هيدا الشيء كتير غلط، لأنه مش بس فترة الحمل هي فترة كتير بيكون فيها متطلبات لجميع العناصر الغذائية، ولكن كمان خلال فترة ما بعد الولادة المتطلبات واحتياجاتنا لجميع العناصر الغذائية بتكون جداً عالية، خصوصاً إذا كنت من الأمهات يلي بترضع. خليكي معي بهيدا الفيديو لتعرفي أكتر تفاصيل حول هيدا الموضوع. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية من برنامج Space to Mom، معكم أخصائية تغذية نادين سمايلي، وبموضوع حلقتنا لليوم حكون عم شارك معك أهم الفيتامينات يلي أنت بتحتاجيها خلال فترة الرضاعة وكيف تحصل عليها من خلال الأكل. أولاً عنا الحديد. نقص الحديد هو جداً شائع عند العديد من الأمهات، خصوصاً إذا أنت كان عندك نقص بالحديد خلال فترة الحمل. إذا كنت عم بتعاني من ضيق النفس، التعب، الإرهاق، عم تحسي بدوخة، فممكن أنت يكون عندك نقص بالحديد. من أهم المصادر الغذائية للحديد هي أولاً المنتجات الحيوانية، اللحمة، الدجاج والسمك. ثانياً المنتجات النباتية، من البروكولي، الكينوا، السبانخ والبقوليات. شيء كتير مهم ننتبه له هو إنه الفيتامين سي جداً بيساعد على امتصاص الحديد، فإذا كنتي أنت عم تاخدي مكملات الحديد من المهم إنه بنفس الوقت اللي عم تاخدي مكملات الغذائية للحديد تكوني عم تاخدي المكملات للفيتامين سي، بهي الطريقة بتزيدي من الامتصاص. أما إذا كنتي أنت عم تاخدي الحديد من الأكل فحاولي إنه عصري نقطة حامض على صحنك أو على المصدر الغذائي للحديد لحتى يزيد حتى أكتر من امتصاص الحديد. ثانياً الفيتامين دي جداً مهم للحفاظ على عظام قوية، ومن أهم المصادر الغذائية للفيتامين دي عنا أول شيء زيت كبدة الحوت، ثاني شيء صفار البيض، وثالث شيء منتجات الألبان من الحليب، اللبنة، الجبنة. ولأنه مثل ما شفنا ما في كتير مصادر غذائية بطبيعتها بتحتوي على الفيتامين دي، فبيضل أكبر مصدر من الفيتامين دي هو إنه ناخده من وراء مكمل غذائي، أكيد بعد ما نستشير طبيبنا. ثالثاً عندنا الأوميغا 3، ومن أهمها حمض الـ DHA اللي هو جداً مهم على تطوير ونمو دماغ طفلك وعيونه وجهازه العصبي. من أهم المصادر الغذائية للأوميغا 3 عندنا السالمون، المكاريل، التونة وكل الأسماك الدهنية. لازم نكون عم ناخدها على الأقل مرة بالأسبوع لحتى نأمن كل احتياجاتنا للأوميغا 3، لأنه جسمنا ما بيقدر إنه هو ينتج بنفسه الأوميغا 3. أخيراً من أكبر المشاكل يلي النساء بتعاني منها بعد الولادة هي مشكلة تساقط الشعر، ولكن نقدر إنه نحن نفيد حالنا من وراء غذائنا. بدنا نركز على الحديد، على البروتين، على حمض الفوليك، على الزنك، على الفيتامين B7، على الفيتامين A, D, C و E. ومن أهم المأكولات يلي بتحتوي على هيدي الفيتامينات هي الورقيات الخضراء، جميع أنواع الخضار والفواكه، الدجاج، اللحمي، السمك. وإذا ما كنت عم تاكلي كافي من هيدي الأطعمة فالأفضل هو إنه تستشيري طبيب ليعطيكي مكمل غذائي. هلأ في حال كنت بعدك حامل وحابة تعرفي شو هي أهم الفيتامينات يلي لازم تاخديها خلال هيدي الفترة، فرح أترك لك حلقة من حلقات الدكتور محمد إسماعيل بصندوق الوصف لتحضريها وتفيدي حالك. هيدا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لليوم، بتمنى تكوني حبيتي، بتمنى تكوني استفدتي. إذا حبيتي الحلقة ما تنسي تشاركيها مع أصدقائك الأمهات، إذا عندك أي أسئلة ما تنسي تشاركيهم معنا بالتعليقات لنقدر نساعدك، وما تنسي تحملي تطبيق Space to Mom لنرافقك برحلة الأمومة.